مساكم الله بالخير مشاهدينا في تور جديد. بما ان الاجواء متحسنه وقاعد تلاحظون ان قاعد اركز على اماكن الحلوه للترفيه في هذه الاجواء، احنا اليوم في منطقه مشرف. دائما نسمع عن جمعيه مشرف وعروض جمعيه مشرف واللي قاعد توفره حق المرتادين لهذه الجمعيه، بس اللي ما نعرفه ان جمعيه مشرف مسويه مكان يهتم بترفيه العائله بكل افرادها وبكل الفئات العمريه. احنا اليوم بواحد مشرف. اول شيء حابين ننوه عنه حق ربع المشي، ان واحد مشرف توفر ممشى طوله 2 كيلومتر حق هواة المشي. بالنسبة حق المضمار اللي أنا فيه، هذا مضمار القواري. مثل ما في كيلوين حق المشي، في كيلوين و700 حق هواة القاري. جمعية مشرف موفرة في واحة مشرف كثير من الملاعب لجميع أو مختلف ألعاب الرياضية، منها ملعب كرة القدم اللي راح نلاقي فيه منه 2. من الملاعب المتوفرة كذلك كرة القدم الشاطئية، وما شاء الله مجهزة بالكامل. ونلاحظ ان واحة مشرف مواكبة حتى الهبات في ملاعب بادل غير الملاعب اللي شفناها. والاطوال نفسي لهم ملعبين كرة سلة يقدرون يمارسون فيهم هذه الرياضة. ومن الملاعب اللي متوفرة كذلك ملعبين لكرة الطائرة، واحدة كرة الطائرة عادية والثاني كرة طائرة شاطئية، وكذلك ملعب تنس أرضي. راح تلاقون بعد في واحة مشرف في هذا الملعب الصغير، او نقدر نقول نادي مصغر، حق الاجهزة اللي تختص في الاحماء ولتمديد العضلات، عشان الواحد اللي لعب في الملاعب او قاعد يمشي ما يحوش شد.
ومن الأشياء المتوفرة بعد في واحة مشرف البلاي جراوند أو ساحة الألعاب للأطفال، مقسمة إلى قسمين حق الأعمار اللي شوي فوق 7 سنين أو 6 سنين والأعمار اللي أقل من 6 سنين في الملعب المجاور. أنا قلت لازم ألعب هني بعد. وهم في فود تراكس موجودة ومتوزعة على طول ممشى مشرف، إن كان بالأول أو إن كان بالأخير، ومبين أن عملية الفود تراكس وتوزيعهم منظمة مع الجمعية. وغير كذي موفرين ماي سبيل عند كل الملاعب، والحلو بالموضوع أن ماي سبيل على شكل كرة كل ملعب يمه. أول شيء بالنسبة حق مشروع واحد مشرف، متى بلشتوا فيه؟ ايش كثر خذ وقت؟ والله مشروع واحد مشرف يعني ابتدينا فيه وفكرته من بعد جائحة كورونا. وقت جائحة كورونا كان محتاج يعني المواطن انه يكون له متنفس داخل المنطقة. صحيح. فمن بعدها يعني كانت فكرة جمعية مشرف في المشاركة الاجتماعية الخاصة في منطقة مشرف. فاستحدثنا واحد مشرف وبدينا نحط فيها ملاعب ونوعنا بالملاعب وحطينا بعد كذلك الممشى الخاص في القواري، والحمد لله يعني خلال يعني 3 أشهر اللي فاتت افتتحنا مع يعني الجو الحلو اللي الحين دولة الكويت فيه، فالحمد لله حصل قبول كبير يعني من أهل المنطقة وخارج المنطقة. في رواد وايد من خارج المنطقة. اي نعم. منو ما يعرف ممشى مشرف؟ اي يوميا من 4000 إلى 5000 في بس فقط ما شاء الله. واحد مشرف ما شاء الله. بالنسبة حق الملاعب اللي افتتحتوها واللي موجودة هني، شنو الآلية اللي انتوا تستقبلون فيها الناس اللي حابة تستغل هذه الساحات؟ يعني في حجز، في رسوم، شلون الطريقة إذا الواحد يبي هو وعائلته ويستمتع في هذه الملاعب؟ نعم، احنا عندنا أنواع وشيء الملاعب اللي موجودة من ممشى الواحة، ملعبين لكرة القدم، ملعبين لكرة السلة، وملعبين كرة الطائرة، وملعبين للبادل، لعبة جديدة تقريبا الحين الهبة، الهبة. وملعبين كذا، وملعب عفوا لكرة قدم الشواطئ. هذه كلها الملاعب متوفرة الحين ويتم حجزها عن طريق أبليكيشن جمعية مشرف. أو في أبليكيشن وناس تدش وتحجز عن طريق الأونلاين، ممكن يحجزون عن طريق الأونلاين الوقت والساعة، وهي على وقتها يتم استلام الملعب عن طريق قسم الأمن موجود عندنا. هني في ساعات عمل معينة صح؟ ساعات عمل معينة، احنا نسكر الساعة 12 بالليل. 12 بالليل نبدأ الساعة 8 الصبح. هنا من 8 الصبح ل 12 بالليل. حلو. زين، بالنسبة حق التركات اللي قاعدين نشوفهم صوب المصافطة هني، اليوم في شباب وايد قاعد يتوجهون نحو التركات وانه يستغلونها في مثلا إبراز مواهبهم كمشروع صغير وغيره. هذه التركات في آلية معينة ولا كل من حاب يحط شغله هنا يقدر، أو في اتفاقية بينكم وبين أصحاب التركات؟ نعم، إحنا عندنا الترك منظم عندنا بجمعية مشرف، عندنا لستة يروحون الجمعية يحطون اسمهم. عندنا 3 مواقع للترك موجودة في ممشى الواحة، 3 مواقع هذولي تم استلامهم. طبعاً الحجز يكون أسبوعي، ممكن يمدد 2 أو 3. هذه من مبدأ دعم المشاريع الصغيرة. احنا اليوم حتى الترك سوينا له مساحة يقعدون أمام الترك ويقدر يقعد ويقعد مع عائلته، وإذا كان عنده أكل يقدر يأكل، طاولات وكراسي. وبعد كذلك استحدثنا مكان للترك خاص في ممشى القواري. اليوم أنت جاية ممشى الواحة ما عندك قاري، تبين تستمتعين في ممشى الدراجات، في ترك يأجر لك القاري الساعة ب3 دنانير، تأخذين القاري لما تخلصين ترجعين له. حلو، جميل جدا. زين، بالنسبة حق الفعاليات اللي جاية، شنو جديدكم في واحة مشروع؟ المكان الحين صار رياضي بدرجة 100%، ولكن عندنا ساحة كبيرة في الخلف حديقة هناك،
نسوي عليها فعاليات. فعاليات شلون نسوي؟ بعد مرات يوم نسوي فيه سينما حق اليهال، يوم نسوي فيه والله مثلا مباريات كرة القدم ننقلها. ان شاء الله مباراة نهائي كأس الأمير بين الكويت ويا القادسية راح تنقل عندنا هنا. حلو حلو. في شاشة وكراسي. في عندنا استقبلنا منتخب الكويت ومنتخب السعودية في مباراة ودية ما شاء الله في ملعب كرة قدم الشواطئ. كرة قدم الشواطئ ملعبنا الحين الحمد لله يعتبر رقم واحد بالكويت. اي ما شاء الله. واستقبلنا فيه كذلك اتحاد الكويتي كرة القدم، وكانت مباراة يعني ممتازة جدا. وبعد ما استقبلناهم كرمناهم، ففعلا هذا المكان الحين قاعد نسوي فيه فعاليات كذلك لأهل المنطقة. صحيح. يعني أسبوع الجاي عندنا بطولة البادل. أي. للبنات والشباب من أهل المنطقة. حلو. مسوين بس أهل المنطقة؟ بس أهل المنطقة. متى يصير كل الكويت؟ إن شاء الله راح نفتحها. إن شاء الله بإذن واحد أحد. سوينا بطولة كرة القدم للشباب بعد. حلو. في ملاعب ممشى الواحة، وسوينا مسابقة الماراثون الركض بممشى الواحة نفسها. فعاليات قاعدين نسويها إحنا بجميع. أنشطة متنوعة. أنشطة رياضية. الهدف منها الهدف اجتماعي. احنا ندري قاعد نشوف انتشار المخدرات اللي قاعد تصير في الدولة. بعيد الشر. صحيح. كذلك بعد انتشار العنف اللي قاعد يصير في الشوارع. هذا في طاقات الناس مو عارفة. هذا وقت الفراغ الشباب كان الواحد لازم يعني يستغله في شيء مفيد. صحيح. فهذا يعني الجانب الرياضي هو أهم جانب. وبنهاية تور اليوم اللي أنا استمتعت فيه حيل، شكراً جمعية مشرف على واحة مشرف وتوفيرك لهذا المكان اللي أقدر أسميه النشط اجتماعياً، اللي وفرت فيه كل هذه الملاعب وكل هذه المرافق اللي راح نستمتع فيها.